صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة واجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فما بعثنا فقالوا أنتم إلا تجيبون. قالوا ربنا يعلم إليكم لمرسلون وما علمنا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أوصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ذل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة فأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسرق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ظلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون استطيعوا نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما ينصرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي رسولهم وفرعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداقا يا رب صل على محمد يا صلي على محمد أفضل من بالتقى تحقا يا رب
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام السلام علي أتقى الأتقياء السلام علي زين الأنبياء السلام علي
السلام عليك أيها الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
لنا لنا يا حبيبنا امرأة عمران رب
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya bin samaituka bin samaituki bima qad samakillahi fi lawhil mahfud. Bin Nur Zainah Az-Zahra binti Riyani. Barakallahu fiik.
Wahai anak perempuan, aku beri nama engkau seperti Allah berikan nama kepadamu di Lauhil Mahfud dengan nama Nur Zainah Zahra Putri Riani. Barakallahu fiik. يا غلام سميتك بما سمك الله الذي ألهمك أبوك إياها باسم الشريفة نور زينة الزهراء بنت ريان. بارك الله. الفاتحة. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-'afati daima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina khususan Nur Zainah Az-Zahra binti Riani wala بِتُهُمْ نَبَاتًا حَسَنًا وَاجْعَلْهَا هَادِينًا مُهْتَدِينَ وَاجْعَلْهَا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبِّ اجْعَلْنَا مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الواضح برهانه الوسوط بالوجود كرمه وإنسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمة وبسط له من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه مشرب خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المدن الذي تكرم به المدنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود
فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرز برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم. تجلى الحق في عالم القدسي الواسع تجليا قضى بانتشار فقه في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثره ترداد، حيث ابرز من عالم الامكان صورة هذا الانسان صلى الله عليه وسلم، يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر اسرار في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. وآل قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علمنا قد رأت رفعته في شؤونه وكمالا، سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يمور صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فاجأت هذه البشارة فتلقاها بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله ذو لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبد وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بها كالربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما أعطر الأكوان بنسل ذكراهم نسل. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي كون يردد آمينا سلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار ملأ بنت الصديق توافيه الهجرة
سلم يا ربي على نبيك المجد صلى الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة صلي على رسول لمحمد سر العلا يا ربي صلي على رسول
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح يمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب اللهم صل وسلم عليه أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يعبر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد وعلى وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. ولا على البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا طلع البدر علينا
I'm not afraid.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الاخلاق وابلغ كتابته وذره، وكان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا واولهم الى مكارم الاخلاق سبقا، فاوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، فرده فلا يقول ولا يفعل الا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المتبع على المعنى الجاز، اذا دعاه المسكين اجابه اجابه معجله، وهو الاب الشفيق الرحيم باليتيم والارمله، وله مع سهوله اخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن نسجد به تعترض الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود، أجمعت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السهاب عنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم، اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، أجل سيبي مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب أعمالي بالأعمال المقبولة، وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة، اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود ظابرة، وعلى باب عزتي تحط الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك، وحفيد سرك وحامل رعية ذواتك الشاملة، النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومضار، قاسم إمدادك في عبادك وزكك وشرشدك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص، اللهم صل وسلم عليك وعلى آله وأصحابه وآل حضرتك اقترابه من أحبابه، اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوار وتكلفات بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين،
وفي طريق تبه من السالكين ولحقك وحقي من المعدين ولعدك من الحافظين. اللهم إن لنا ضمان برحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمزيء بالإحسان سائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأنت جل ممن نصر هذا الحبيب ووازرا وواله وضامرا وعم بركتي وشرم جهاتي أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأتمرة دينكم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر أمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين وابسط العدل أبي ولد الأكيم في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب من الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب من الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالهرج المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وللنصب إليه والسوء آخر دعوان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر النبي وآله الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ما بعد para hadirin dan para hadirat yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini sebagai wakil tuan rumah yaitu Haji Abdullah dan keluarga besarnya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran pian berataan. Tidak bisa memberikan yang terbaik hanya ucapan jazakumullahu khairan jaza. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan pian yang meluangkan waktu, menyisakan waktu datang menghadiri mendoakan kepada ananda cucunda yaitu Nur Zaina Az-Zahra putri dari saudara kita Royani. Mudah-mudahan menjadi anak yang solehah dan mudah-mudahan anaknya semuanya dijadikan anak yang soleh dan solehah dan juga keluarganya semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semua yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, keluarganya dan seluruh muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa teriring ucapan ribuan maaf yang tak terhingga jikalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan dalam hati baik pelayanan maupun santapan ataupun semuanya mohon maklum karena inilah daripada kekurangan kami sebagai manusia jadi mohon maaf. Hawa panas yang luar biasa pada ibu-ibunya juga terima kasih dan mohon maaf karena hawanya yang panas tak mampu kami meredam kepada kepanasan ini karena semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mau menyalakan AC kada mayu juga AC-nya kira-kira nggih ngalih nggih urusannya nggih. Terima kasih dan mohon maaf yang luar biasa.
sedikit permintaan dari tuan rumah, yaitu untuk menyampaikan apapun mayata'allak bimbing. Semua manusia mempunyai hak dan kewajiban. Manusia itu pasti memiliki hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban antar kawan. Ada hak dan kewajiban antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kewajiban masyarakat dengan negara. Ada hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Ini juga merupakan hak dan kewajiban. Ada kewajiban pegawai dengan tokonya, karyawan dengan pengusaha. Itu semua ada hak dan kewajiban. Begitu pula orang tua dan anak juga ada hak dan kewajiban. Apa hak dan kewajibannya? Haknya anak merupakan kewajibannya orang tua. Dan haknya orang tua yaitu kewajiban daripada anak. Yang pasti satu kewajibannya anak, berbakti kepada kedua orang tua. Mulai kapan, Beb? Mulai lahir sampai dia mati. Untuk yang laki-laki, kalau yang perempuan sampai dia menikah, maka kewajiban berbaktinya berpindah dari orang tua berpindah kepada suami. Maka itulah kewajiban daripada anak. Orang tua pun juga punya kewajiban yang merupakan haknya anak. Ada tiga. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Yang pertama memberikan nama yang baik, seperti yang dilakukan oleh saudara kita Royani, Riani. Pada pagi siang hari ini memberikan nama kepada anaknya Nur Zainah Zahra. Nur artinya cahaya, Zainah perhiasan, Zahra kembang. Artinya bahwa berharap dengan dari kembang ini, anak ini. Jadi perempuan diibaratkan suatu kembang, yaitu keindahan, ya? Indah. Zahra yaitu Zainab perhiasan dengan cahaya. Apa cahayanya? Yaitu akhlakul karimah, berharap dengan kebaikan, berharap dengan semua kebaikan kepada anak ini. Mudah-mudahan berikan kebaikan kepada anak mereka. Amin, rabbal alamin. Karena nama itu janganlah disepelekan. Nama itu memiliki arti dan nama itu mengandung doa. Jadi kalau punya nama yang baik, itu adalah doa buat anak biar. Contoh punya anak nama Soleh, artinya apa? Berharap anaknya baik. Punya anak namanya Zahra, berharap jadi kembang penuh dengan keindahan. Punya anak namanya, Beb ngambil nama guru, apa orang-orang pendahulu, Robi'atul Adawiyah, karena orang bagus. Karena apa? Mengharap keberkahan, kebaikan seperti beliau. Semuanya namanya Abdullah, bagus, hambanya Allah, mengambil apuah dari abahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua adalah doa. Jangan sampai ketika punya nama dikasih diganti gelar, nah kada baik. Namanya bagus Ahmad, gelarnya Palwi. Nah, kan kurang bagus kayak apa gelarnya Palwi? Gelarnya Tambuk ada namanya. Siapa itu Ahmad? Ahmad siapa? Ahmad Tambuk. Ya Allah, Ahmad Tambuk. Sama aja didoakan, ya. Akhirnya digelari terus, dikiau terus, tambuk, didoakan tambuk. Akhirnya lihat di orang nang model kayak itu, tambuk mujuran. Kenapa? Karena narannya nang kada, bah, kada baik. Dan naran ini memang seperti itu disarankan, kalau pian paham silahkan punya urusan. Kalau tidak paham betakon, jangan baaga, saya yang penting ngambil dari Al-Quran. Bah, oke, bagus. Tapi kalau tidak paham bahaya. Pas ketika tasmiyahi di hadapan guru, diunjuk ini narannya guru. Pas dilihat gurunya terkejut, astagfirullahaladzim. Kenapa gerang? Namanya syaitonir rojim. Kan ngalih rasanya. Karena apa? Syaitonir rojim, saya buka guru halaman di Al-Quran. Pas tunjuk dengan caranya 7 dari atas, 7 dari bawah, 7 dari kanan, 7 dari kiri. Ternyata keluar syaitonir rojim. Hakunlah baisi naran syaitonir rojim. Di Al-Quran ini, Pak. Atau dikasih naran khimar. Tahu khimar? Khimar itu keledai.
Khimar itu keledai. Binatang itu bongol apa pintar? Bongol. Pintar. Jika binatang pintar ikam nang kalahnya. Terbalik kena. Akhirnya ada nang binatang bersekolah ikam nang kuler akhirnya ya. Binatang itu bongol. Tapi keledai ini pembongolnya binatang. Ayo. Jadi kalau nang dinamai khimar, tandanya didoakan jadi paham. Makanya kalau ada nama nang baik bagus kasih nama baik karena itu menjadi doa kepada pian. Makanya jangan sampai ada istilah kata apalah arti sebuah nama. Oh, banyak artinya itu. Banyak artinya karena didoakan sampai genal-genal pun juga didoakan. Ngambil dari nama hari. Kurang pas juga. Kayak apa kurang pasnya? Akhirnya ketika waktu ganal sampai jadi guru pas dipanggilnya ceramah akan disampaikan oleh guru kita Ki Haji Joni Ponson. Kan bingung nang mendengarkan ini. Kok pindah lain agak-agak kira-kira ya? Joni kenapa Joni Ponson? Karena lahirnya bulan Juni di bulan di hari Pon, hari Senin. Jadi Joni Ponson. Joni Juni Ponson, Joni Ponson. Kan kurang pas akhirnya. Kenapa kurang bagus? Jadi yang mana mendoakan kepada pian bolehlah nama yang lainnya, tapi ada satu panggilan yang membuatkan doa kepada anak pian. Enggak paham takon lawan guru, takon lawan habib, takon lawan syekh. Untuk apa? Untuk kebaikan kepada anak pian. Yang kedua yaitu memberikan pendidikan nang baik. Karena ketika di akhirat besok anak diberikan pendidikan yang baik, dia akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini kada suah abahku memberikan pendidikan yang baik, kada suah mengajak sembahyang, kada suah mengajak mengaji, kada suah napa ini, maka itu besok akan dituntut di kemudian hari. Jadi kayak apa cara beb? Aku ini bongol beb, kada tahu napa-napa. Masukkan pesantren. Bila bingung mana pesantrennya? Pesantren Keramat ada. Nah, pesantren apa gerang? Al-Karomah. Nah, bisa jadikannya. Ini kan anak pondok pesantren semuanya. Ini Al-Karomah beratannya. Lain. Dari mana ikam? Dari batu kah? Dari sungai kah? Larut banyu kah? Dari mana? Dari kubur kah? Kalau tidak ada bingung, ada pesantren, masukkan ke sana. Insya Allah akan jadi baik. Bingung kayak apa sekolahnya? Cari pesantren atau sekolah nang baik, niatkan anak biar menjadi baik, maka insya Allah itu akan menjadi penyelamat kelak di yaumil kiamah. Tidak diajari, yang penting sekolah terus. Mau sembahyang, tidak ada diherani. Mau mengaji, tidak ada diherani. Akhirnya urusan umumnya pintar, tapi urusan agamanya bongol dia. Sembahyang kada kawa, mengaji kada kawa, di akhirat orang tuanya yang dituntut. Jar Allah, abahku kada suah mengajari, langsung dia masuk neraka, abahnya gin ditarik masuk ke dalam neraka, meskipun abahnya rajin sembahyang. Nang ketiga, kewajiban orang tua. Ini cepat-cepat ya, jarnya orang tua rumahnya sedikit-sedikit aja, kada usah banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak ngalih, lapar buahnya kelihatan nih, mau lapar berataan ini ya. Muha kelaparan. Nang ketiga, kewajiban orang tuanya adalah mengawinakan dengan orang nang baik. Nyaman ya kalau. Jadi bulik nanti langsung badah, wahai abah, aku hendak kawin. Boleh kawin? Boleh. Memang wajibannya orang tua mengawinakan dengan nang baik. Cuma dilihat dahulu. Kira-kira anak-anak ini ikam ini menjalankan kewajiban apa kada lawan kuitan? Bila berbakti kada lawan kuitan, terus minta yang namanya kawin, kada usah diherani, kada perlu diherani. Kenapa? Kawinnya kada digawe. Kewajiban itu suatu nang wajib, hak itu yang diberikan. Ben kalau di sekolahan, kalau di toko, kira-kira begawe dahulu hanya dapat upah atau upah dahulu hanya begawe? Gawi dahulu, jadi ikam berbakti berdahulu, barulah bisa minta kepada kuitan. Ini hari-hari di rumah gulung-gulung terus. Bekutak-kutak, bekutak-kutak HP terus. Jalan kada, dikiau abahnya, ayo antarkan ke pasar. Kaina, supan. Suruh ngantarkan mamanya ke pasar nukar bawang. Kada handak supan lawan kawanan, ini semua supan. Tapi kalau berjalan pacar-pacaran, oh pina semangatnya. Kayak apa model kayak ini, beb? Jangan dikawinakan. Tak wajib abahnya mengawinakan. Kenapa? Kada pasian lawan kuitan. Yang ngawinakan orang kah kuitan kah? Nah, kalau memang tahu kuitan yang mengawinakan, harusnya berbakti.
Nggih, jarabannya gini, nggih, semuanya nggih, nggih. Insyaallah dikawinakan. Buktinya saya. Loh, bujur gak, bujur. Saya tahun 2004 itu saya sudah mengajukan kawin sama Abah. Wahai Abahku yang terhormat. Anakmu ini umur 20 tahun dan ingin menikah. Dengan siapa? Nah, ini orangnya pulangnya di sini. Kata Umi sama Abah melihat, oh bagus, saya orangnya tahu sama keluarganya. Dasar bagus, baik. Jar Abah, tapi aku ini hendak kepingin ikam nang sekolah dahulu, pesantren dahulu. Kayak apa? Siap. Langsung nggih. Kada bekulung-gulung, kada kawin, kada juga kayak itu. Disuruh nggih. Jar Abah gini, nggih. Jar Abah nggih. Bah, kalau mau kuliah kayak apa? Jar Abah, Abah ini senang kalau ikam pesantren, jangan kuliah. Enggih taruh sama Abah, enggih. Seolah-olah sampai tahun, katanya Abah, kalau lulus, aku kawin akan. Oke, semangat dah. 2006, 2007, di Paisikila, Abah. Kayak apa bila ikam ke Hadromut? Maulah, Abah. Abah hendak kayak itu, oke. Pindah ke Habib Taufik 2007, 2008, berangkatlah ke Hadromut. 2 tahun, bulik 2010, selesai menggani Abah. Abah berjualan sana, menyopirakan, pagi nyopir, pikul-pikul barang, pikul barang, angkat sana, jadi buruh, oke. Jadi Abah angkut, nggih, situ, nggih, anggih, tarus. Kada semua mengatakan, kada. Jadi Abah besok jam 7 berangkat, nggih, guring. Nah, kada ada, bicik-bicik HP tarus, kada ada. Bicik-bicik HP terus. Ketika umur 2010, waktu berjalan, ditakuni lawan Abah. Ikam maulah bebini. Oh nggih, mulai dahulu bang itu ya. Sudah 6 tahun saya menunggu seperti ini. Ternyata takoni, maulah kawin. Nggih. Lawan siapa? Terserah. Yang ini cocok? Cocok. Ini cocok? Cocok. Yang penting asli bebinian ya. Jangan nang jadi-jadian. Kalau sudah jadi-jadian itu yang membahayakan ya. Nggih, akhirnya dikawinakan. Saya bilang, "Bah, ini nah mengumpul-kumpul duit ada uang sekian. Jar Abah, simpane aku nang membayari." Alhamdulillah. Nah, coba ikam bingung. Aduh, aku hendak kawin, bingung cari duit. Bukan masalah duitnya, ikamnya nang kada berbakti lawan kuitan. Jaka berbakti dengan kuitan, yakin pasti ada rezekinya. Pasti ada rezekinya. Kayak apa, Beb? Kada tahu. Bila anak berbakti kepada kuitan bujur, maka rezekinya kuitan itu jalan lurus, jalan ngalir, bagus. Tapi kalau sudah anaknya kada paasihan, apalagi melawan-lawan kuitannya, kada pacakan berjeki. Nak kawin, ngalih. Ngalih tarus. Bingung duit tarus. Makanya sampai Tuhan kada berkawin-kawin. Kenapa sebabnya? Bukan salah nang kuitannya, ikamnya nang kada mau berbakti lawan kuitan. Paham? Tapi kalau berbakti lawan kuitan, behutangin digawe lawan kuitannya lah. Tapi bila kada pahasian, maulah mengawinakan. Ah, buntatin buntat ikamnya lah. Sangkal. Kenapa? Karena tidak. Nah, operator pintar. Hendak suruh ampih aku ini kira-kira ya. Sabar operator, aku ampih pasti ini. Artinya bahwa berbakti lawan kuitan itu digawe, kewajibannya digawe. Jangan begulung-gulung terus, pasang status sambil gambarnya rumah bertingkat, mobil harat, bini bunga sebelahnya ya, sama anak gendong bunga, sambil tertulis di atasnya akan indah pada waktunya. Bah, tambuk garangnya lah. Ada kaki saya kira-kira begulung-gulung ditilam, begawe kada, berusaha kada. Mengawani abahnya kada, mengumpati abahnya kada, terus saya disogi bisa lah kira-kira. Adalah kayak itu. Sabar ya, 2 menit kada handak operator ini. Sabar, lapar banget kira-kira ya. Jadi kayak apa kisahnya? Kalau pian mau seperti itu pasti ada rezekinya. Kada padangan ceritanya, orang nang begulung pasang status, pasang story. Oh, seperti ini bisa lah sugih. Kada ada kisahnya, jangan bahaya jadi artis ya. Oh, artis bisa kayak itu. Ikam artis kah? Ikam artis ya. Lain artis yang apa terus hendak kayak itu kada bisa. Usaha nang bagus, masih lawan kuitan insyaallah akan bisa dapat nang baiknya. Nah, itu 3 kewajiban kuitan insyaallah akan bisa jalankan. Mudah-mudahan berkat pada siang hari ini kita semua diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan oleh Allah dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apapun yang kita lakukan ingat lawan kuitan sampai harus berbakti. Lawan guru berbakti, insyaallah ada rezekinya. Nah,
Ini juga di sebelah saya ada guru saya, Syekh Toha bin Amr Liban. Jadi saya hendak berbakti lawan Sidin. Kayak Pak, ceramah Sidin inilah. Atau doa selamat dah. Doa selamat, kita minta doa selamat lawan Sidin nggih. Mudah-mudahan kita semua dapat berkatnya Sidin. Nah, kalau memang dasar guru, masa kita mau ngaku kada guru ya? Kalau meskipun aku bunga sedikit dari Sidin kan tetap kada kawa itu. Guru tetap guru. Ya napa kada? Bunga saku tapi manis Sidin bang ya kalau. Nah janggutnya gini Allah, aku hendak kayak berjanggut lawan Sidin itu nah. Kada kawa panjangnya kayak apa gerangnya? Tarik-tarik taros, pacul terus ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan keluarga di sini bisa mendapatkan kebaikan, dan lebih utama kita doakan khusus kepada saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan kita di sini bisa berusaha sedikit banyak pun dengan doa ini menjadi hujjah kita kepada Allah kalau kita perhatian kepada mereka, perhatian kepada saudara kita, dan mudah-mudahan dengan perhatian kita kepada mereka Allah pun akan perhatian kepada kita kelak di yaumil kiamah. Ala hadinia wa kulli niyatin soleha. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم الطف بنا واحفظنا والمسلمين. اللهم فرج علينا والمسلمين. اللهم انصر إسلام المسلمين. اللهم احفظنا وإياهم من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلمنا على المسلمين وعافنا على المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد جي سيدنا محمد إكراما لسيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكافرات والمشركين أعداءك أعداء الدين برحمتك أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. اللهم نسألك سلامة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتم جوال فاتمة أمن بحسن خاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الجحيم وقنا عذاب المحشر توفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا متعال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. الدين لا
Allah Kareem, Kareem, Kareem.
Rahman Rahim, Rahim, Rahim. Qum lil ibadah talqa as-sa'adah, talqa as-sa'adah, talqa an-na'im. Allah Karim, Allah Karim. يركع ويسجد للرحمن يفر من الشيطان يفر من الشيطان ويلجأ للرب العظيم الله كريم الله كريم 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 رحمن رحيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم الله كريم الله كريم Oh.